اللقطات الاولى على الاطلاق من مشاركه الزنفولي حصريا في تدريب النادي الاهلي. الكلام ده من اقل من 10 دقائق، ربع ساعه بالكثير يعني. التدريب الاول للزنفولي مع النادي الاهلي اللي بنتمنى ليه اكيد كل التوفيق واكيد كل الدعم للزنفولي. بس هرجع للنقطة تانية أنا وكريم حضرتك كابتن ياسر، فكرة عدم قيده إفريقيا برضو هل ده يؤثر أم لن يؤثر؟ يعني الناس كلمت في ده. لن يؤثر لأن عندنا حراس بردك كويسة جدا، مصطفى شبيه يقدر يشيل الفرقة بشكل كويس، لكن وجود الزنفولي بيحطه على أساس أنه هو بردك ما تضمنيش الإصابات، ما يحصلش إيقاف، ما يحصلش حاجة. لكن احنا عندنا حراس في النادي الأهلي تقدر تشيل الفرقة بشكل كويس، وأعتقد إن شاء الله أن الزنفولي ممكن يكون إضافة قوية، حارس مرمى كويس. نتمنى له التوفيق في النادي الأهلي ويكون على قد المسؤولية اللي اتحطت عليه، وطبعا الضغوط إن شاء الله، لأن طبعا أنت بتبقي جايبة لاعب أو حارس بيبقى هل يتحمل الضغوط بتاعة النادي الأهلي أو لأ، هي دي النقطة. والمسؤولية والجماهير ويعني الموضوع مش بسيط هي دي أبدا، الضغوط اللي هي باكج يعني. هي دي الضغوط اللي عيبان، هل الكواليتي بتاع زنفولي يقدر يتحمل الضغوط ولا لأ؟ وأنا أعتقد إن شاء الله ربنا يوفق الزنفولي. بس هو محظوظ في حاجة، مش أقصد إن هي، بس هو في قدر فعلا يعني. أيوة. ليه في قدر؟ لأن هو مفروض كان هيروح البنك الأهلي مكان أبو جبل، لو أبو جبل كان هيجي النادي الأهلي وبعدين بالظبط. وبعدين لما فشلت الصفقة مع أبو جبل أو لم تتم خلينا نقولها، أبو جبل كمل وهو جه النادي الأهلي. أنا كلمت حتى الزنفولي، كلام حضرتك مظبوط، أنا كلمته بعد الموضوع ده على طول، ان يعني ما تزعلش وكده وده نصيب. قال لا يا كابتن، هو كتب عمل بوست على فكره وقال فيه ما معناه يعني قدر الله ما شاء فعل وانا راضي بقضاء ربنا. هو قضاء ربنا بقى، كان شايل له حاجه ربنا رضاه عليه. هو انا بقول لحضرتك يعني، انا بقول لك هو متدين وولد خلوق وكده، لان اشتغل معايا موسم كده.